نستطيع أن نواجه واقعنا نحن اليوم بفكر مستنير وبفكر رشيد دقيق محيط بكافة أبعاد المسألة التي تبحث أو التي يفتى فيها، هل نستطيع ذلك؟ نعم نستطيع بهذا الميراث الإفتائي الكبير الذي ورثناه عن أسلافنا والذي يمتد إلى هذه الخبرة المصرية العميقة التي تجذرت في التاريخ والتي أعطت كثيرا. فإذا نحن في وقتنا الحاضر لا يمكن أن ننبت أبدا ولا أن ننقطع عن الماضي. الماضي هو العنوان، لكن التعامل مع الماضي لابد أن يكون تعاملا بعقل رشيد جدا، بعقل واعي يدرك ما كان وسياق ما كان. نحن اليوم قد لا نتصور بعلمنا فقط، وإنما لابد أن نلجأ إلى المتخصصين من أهل الكيمياء والفيزياء والطب والهندسة وغير ذلك من العلوم المختلفة التي نجحنا أو نجحت دار الإفتاء المصرية في إيجاد علاقة بينية بين العلوم المختلفة. فلم يعد العلم الشرعي وحده هو المهيمن، بل سنده كما هو ميراث العلماء من قبل ذلك، سنده العلم الدنيوي كما نحن نطلق عليه. هذه الدعوة لتجديد الخطاب الديني تحمل عناوين عديدة، منها عنوان فقه المقاصد الوطنية، وهذا الفقه المقاصد الوطنية هو الفقه الذي يقوم عليه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اللي أنا دائما أسميه دائما وأصفه ويسبق اسمه مفتي المقاصد الوطنية. ومفتي المقاصد الوطنية لأن المقاصد الوطنية العليا مؤسسة تأسيسا حقيقيا على المقاصد النبوية العليا في المدينة المنورة. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حدد حدود المدينة وحفر النفق لحمايتها كان يحمي الحدود، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما عقد المعاهدات وثبت المواثيق وحرر وثيقة المدينة كان يضع دستورا حقيقيا لدولة المدينة. من ينكر دولة المدينة ينكر فكرة الدولة الوطنية. هو الكتاب فكرته الأساسية أنك بتستعرض حياة الدكتور ناصر حامد أبو زيد وبتستعرض إنتاجه الفكري، اللي هو هذا الإنتاج ببساطة شديدة جدا يعني تسبب في مطاردته وتسبب في أنه رفع دعوة للتفريق بينه وبين زوجته وأدى إلى تكفيره. أنت بتقول طول الوقت أنه أي تفكير أو أي اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق، يمكن التعامل معه بالحوار، إذا كان حتى من وجهة نظر أنه ناس أنه مخطئ فممكن نقول مخطئ في واحد اتنين تلاتة. فكانت الفكرة الأساسية أنه أولا بتعمل رد اعتبار لحرية التفكير، مش رد اعتبار للشخص، لأنه هو دكتور نصر حتى بعد ما خرج من مصر ويعني ارتقى علميا ولو صيت عالمي، يعني العالم كله يعرف الدكتور نصر. أنا أحيانا بيصعب عليك أن يبقى عندك مفكر مصري له كل هذا الحضور في العالم ويبقى في مصر ناس مش عارفاه او الناس مش مقدره ما انتجه وما ابدعه. ان انا على قناعه بما قدمه، بالاضافه انه شخصيه تستحق ان يكتب عنها. يعني بداية قوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في القاهرة الجديدة، والحقيقة تاني يوم من الدورة 55 وشفنا في اليوم الأول حوالي تقريبا ربع مليون زائر لمعرض الكتاب، والناس بقى في مشهد كده حلو داخلين بشنط سفر للمعرض، وده هنا اقتصاد موازي داخل معرض الكتاب. الحقيقة الناس بتستنى المعرض من سنة لسنة علشان يروحوا يختاروا الكتب اللي بيحبوها ويجيبوها ويشتروها، والحقيقة أنه بقى فيه عدد من دور النشر، والسنة دي والسنة اللي فاتت في تخصصات، يعني أنت لو عايز الكتاب الفلاني هتروح دار النشر الفلانية. خلاص الناس بقت عارفة الخريطة جوه ماشية ازاي، خريطة دور النشر المختلفة والفعاليات الثقافية. الحقيقة اللي احنا في زحام ثقافي لهذه الفعاليات
القوية جدا، ويمكن حضراتكم كنتوا بتتابعوا معانا التقرير وشايفين البداية كانت عاملة ازاي، وبالتأكيد هنتكلم ونفهم ايه اللي بيحصل في معرض الكتاب من فعاليات ثقافية وكل الأيام اللي جاية، ومسألة يعني اقتصادية الثقافة، وازاي معرض الكتاب بيوفر للبلد الأمن الثقافي، وده الحقيقة فارق ومهم بالنسبة لكل الأجيال وكل الأسر المصرية. هنعرف مع حضراتكم كل ده من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو أستاذ محمد نبيل، الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على مصر كلها. جميل، وأنا في الانتظار أحب أبارك الخبر الجميل اللي حضرتك قلتيه، وصعود منتخب فلسطين للدور 16 زينا كده ما صعدنا الحمد لله في كأس أفريقيا. ربنا بقى يكرمنا في اللي جاي ويكرمه إن شاء الله. أخبار سعيدة طبعا. نخش في المعرض. حضرتك صغت عنوان جميل جدا. أولا الثقافة أنطلق من أمرين. الأمر الأول صاغته معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني عندما قالت أن معرض الكتاب هذا العام وهذه الدورة ستكون فارقة في تاريخ معرض الكتاب في مصر. ونحب نقف قوي عند النقطة دي لأن القادم ممكن يوضح معناها. الأمر الثاني وهو السلوجان أو الشعار اللي خدته وزارة الثقافة لمعرض الكتاب، وهو نصنع المعرفة نصون الكلمة. نقف كويس قوي عند الكلمتين دول. هو فعلا معرض إن شاء الله هيكون فارق، لأن احنا بدأنا بداية قوية جدا. أكثر من ربع مليون مصري وعربي وغربي كان في معرض الكتاب في اليوم الأول، في الساعات الأولى البوابات بتتفتح على زخم من ضيوف معرض الكتاب. الأرقام لها واقعيتها السحرية، يعني زي جابي كده أو مركز اللاتينية أمريكا اللاتينية كان يشتهر بالواقعية السحرية. تعالوا نشوف سحر الأرقام عندما نتحدث عن أن مصر تنظم معرضا للكتاب. هو رقم 2 على مستوى العالم، ممكن نقول انه زمنيا رقم 2 لكن فعليا هو رقم 1، لان احنا عندنا اكبر دور نشر، اكبر عدد، احنا عندنا 1200 ناشر زياده عن السنه اللي فاتت 153 ناشر. عندنا 70 دوله زياده عن الدوره 54 العام الماضي باكثر من 17 دوله فيها وده طبعا بالتاكيد لي عوائد اقتصاديه على الناشرين جداً. وعلى زوار المعرض اللي جايين يشتروا 5250 عرض. شوف الرقم عامل ازاي. طيب تخيلي بقى ان مصر اصبحت سوقا رائجه لصناعه النشر وصناعه الكتاب وبالتالي صناعه المعرفه. على مستوى الاقليم العربي، على مستوى نصف الكره الجنوبي، الكل يستهدف معرض الكتاب سنويا لارتفاع مبيعات الكتب في هذا المعرض. فده بعد اقتصادي قوي جدا. أولا ليه شقين، شق لصالح الجمهور، أولا يستفيد من المعارف المختلفة من كافة أطياف أو يعني مجالات المعرفة، زي ما حضرتك قلت كده الجمهور بقى عارف فين الكتاب العلمي والكتاب التاريخي والتراثي والديني والسياسي وهكذا، كل دار ممكن تكون معنية ببعض المجالات. طيب تعالى بقى نتكلم المردود الاقتصادي كمان على المواطن المصري. من خلال معرض الكتاب سهل جدا الأسرة المصرية بكل احتياجاتها المعرفية أنها تكون خلال هذه الدورة مكتبة عظيمة ورصينة داخل البيت المصري. معظم دور النشر مخفضة 50% من عناوين الكتب اللي صدرت قبل 23. طيب قطاعات النشر في وزارة الثقافة إيه كمان مبادرات التخفيض اللي موجودة؟ وزارة الثقافة أعلنت مبادرة تخفيض من جنيه لعشرين جنيه معظم الكتب المعروضة. ده رقم طبعا ممكن تخش المعرض تلاقي كتاب بعشرة وخمسة وستة يعني لا يتجاوز 20 بنسبة مثلا 70% من الكتب الصادرة عن قطاعات وزارة الثقافة. عايز أقول كمان طبعا القطاعات دي عديدة جدا، أهمها أو على رأسها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق، الهيئة العامة لقصور الثقافة. مش عايز أنسى يعني أي قطاع من الممكن يكون معني بالنشر. كلها مقدمة خدمة مدعومة في صالح من منطلق أن الثقافة خدمية بالدرجة الأولى، وبرضه من منطلق أن الثقافة معنية بالسلم المجتمعي، وكمان بالاصطلاح الجميل اللي حضرتك بدأت في البرنامج، وهو أن الثقافة في هذه الدورة رقم 55 تعلي آليات وممارسات حماية الأمن الثقافي الوطني. تعالوا نعرف ده بسرعة كده، إزاي إحنا بنلبي احتياجات المعرفية المستنيرة
الوطنية القومية التي تؤصل وترسخ القيم الوطنية، قيم الولاء والانتماء للوطن، تعرف الوطن أو تعرف الجمهور بتنوعاته وأطيافه المختلفة بالمشروعات القومية اللي تمت في الجمهورية الجديدة، تعرف وتزيد من معلومات الجمهور في علوم ومعارف من الممكن إنها عايز أقول لحضرتك تقوي وتحصن من الوعي الجمعي للمواطن المصري. ده على المستوى الداخلي. طب تعالي نشوف على المستوى الإقليمي مثلا. عايز أقول إن معرض الكتاب في دورته 55 زي ما قالت كده وزير الثقافة سيكون فارقا في تاريخ معرض الكتاب. بالفعل يصح إن احنا نقول عليه معرض القاهرة الدولي والعربي للكتاب، بمعنى إن كتير جدا جدا من دور النشر العربية، وتعالوا نفتح إن أول يوم يعني كان يوم امبارح الخميس، من الساعات الأولى من افتتاح المعرض كان في حفل توقيع كتاب لسمو الشيخة أفراح الصباح من الأسرة في الكويت، ديوان لها تحت عنوان الغسق أو الغسق الأزرق، الشغف الأزرق أنا آسف. في كتير بقى جدا من شعرائنا وكتابنا ومفكرين العرب كانوا مهتمين جدا جدا من اليوم الأول والثاني بمناقشة كتبهم وحفلات التوقيع للكتب الصادرة. أعتقد الشعر كمان هذه الدورة كل الشعراء بيتحدثوا أنها دورة فارقة في مسألة الشعر العربي والاهتمام بالشعر العربي. اسمحوا لي أقول كده، السعودية أحمد برقوقي، عبد الله الكعيب من السعودية، جاسم الناصر من الكويت، علي الديواني من اليمن، فاطمة كتاني من السودان، محمد بركات من لبنان، أفراح المبارك من الكويت، خولة حمدي من تونس، جوزيف حماتي من الأردن. شوفوا الأسامي اللي في خلال يومين 48 ساعة أكثر مثلا من 10-15 شاعر ومفكر وروائي عربي كان مهتم جدا بتوقيع كتابه أو مناقشة كتابه فين؟ في وسط الجمهور المصري. وهذا له أمر نقول بقى نحن بنستعيد على المستوى الإقليمي الأمن الثقافي المصري. صحيح، يمكن من خلال القراءة وعلى مر التاريخ شفنا أمم بتعبر وبتحل مشاكلها بالثقافة وبالقراءة، وده اللي ممكن نشوفه بيتحقق بهذا الجامع العربي. شوفي المدايات معرض القاهرة الدولي. شوفي تعالي نقول كمان إن الثقافة لها مدايات بعيدة المدى أو رسائل بعيدة المدى تتخطى أو عابرة للقارات. معرض الكتاب في هذه الدورة متخطي للقارات زي سكاد وباتريوت وهكذا يعني، ولكن سلمي جدا جدا وبرسائل المحبة المصرية المعهودة. وصلنا لسقف الأرض كما يقول علماء الأرض وعلماء الجغرافيا. النرويج وهي ضيفة الشرف لهذا المعرض، النرويج وهي الأرض الأصيلة أو المكونة للكتلة الصخرية لقارة أوروبا العجوز، النرويج وهي الدولة أو الشعب الذي يندرج منه كل أجناس أو معظم أجناس أوروبا، كانت مصرة وزارة الثقافة في هذا الشأن نحن نوصل لأقصى أطراف الأرض علشان تبقى نمد بالثقافة جسور التواصل والمعارف ما بين مصر وبالتالي العرب إلى أوروبا في أقصاها الشمالي في النرويج. صحيح. في النرويج كان في كتاب مهم جدا جدا اتناقش النهاردة. أنا محتاجة أتوقف بس عشان فاصل وهرجع أكمل مع حضرتك وسبيل القراءة أنها تحل مشاكل الأمم وتناقش هذه المشاكل ونشوف ده من خلال معرض الكتاب، لكن أستأذنك هنروح لفاصل أخير ونرجع نكمل مع أستاذ محمد نبيل وحديثنا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب. زي معرض الكتاب بيدينا فرصة ان احنا نطلع على ثقافات لدول اخرى بعيدة او قريبة، لكن الحقيقة نستفيد من هذه الثقافات ومن يعني كل القصص اللي بتعيشها هذه المجتمعات. نعود لأستاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. نكمل على العبور للقارات بالثقافة ومد جسور المعارف والحضارة المصرية تصل في أقصى أطراف الأرض إلى النرويج. كان النهاردة في قاعة المناقشات أو القاعة الدولية كان في نقاش في حضور مؤلف كتاب النيل. مهم جدا نعرف قد إيه النيل مهم لكثير من كتاب ومفكرين أوروبا وغيرهم. تاريخ تافيت مؤلف كتاب تاريخ النيل أو نيل مصر تحدث اليوم أكثر من ساعة ونصف عن عظمة نيل مصر وكونه يعني باني أو مؤسس للحضارة المصرية أو مشارك بشكل كبير جدا في الحضارة المصرية.
عايز أقول تاريخا وحاضرا ومستقبلا. كان كل الحضور كان في نوع من النقاش القوي جدا. طيب نروح بعد كده لاهتمام معرض الكتاب بتكريم يون فوسا، وهو أحد كبار أدباء النرويج الحاصل على نوبل، كما نوبل عندنا كانت من نصيب نجيب محفوظ. أيضا لنجيب محفوظ ندوة كبيرة بعد غد إن شاء الله برضو في جناح النرويج، يتحدثوا أو تتحدث أدباء النرويج عن إمكانية ترجمة روايات كبار الكتاب المصريين إلى اللغة النرويجية. بالمناسبة هذا محورا هاما، وهو الترجمة من العربية إلى اللغة النرويجية، على اعتبار أنها ضيفة الشرف. تعالوا كمان نتكلم على أمر مهم جدا، وهو فلسطين كانت لها بعدا عميقا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. تحدث يوم 5 فبراير، يوم 5 فبراير يوم مخصص بالكامل للحديث عن الأدب الفلسطيني، شعر وقصة ورواية ونثر إلى غير ذلك، القضايا الفلسطينية الهامة في محاور بقى نتكلم عليها كده تحت عناوين مصر والوضع الفلسطيني الراهن إلى أين، القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري. عايز أقول إن حلو كمان إن إحنا في أجازة نص السنة وعندنا رواد كتير من الطلبة بقى المشاركين، فمهم جدا إنهم يعوا هذه الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية من خلال معرض الكتاب. ده احنا بدأنا قبل بداية كمان أجازة نص السنة، وكان الإقبال ربع مليون زي ما حضرتك قلت، أو 250 أو يناهز 250 ألف ضيف للمعرض. عايز أقول لحضرتك كمان يعني واحنا ما دمنا بنتكلم بقى على المؤتمرات المهمة والندوات الهامة، تنسيقية شباب الأحزاب ليها التراث الثقافي وأثره على ترسيخ الهوية الوطنية أو الهوية المصرية، كتير جدا من ندواتنا تدور حول ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن وحماية وصيانة الهوية الثقافية الوطنية. طبعا لما ناخد شعار أو يكون يعني بطل المعرض أو شخصية المعرض الدكتور سليم حسن، وهو الأثري الأشهر على مستوى مصر والعالم وفي مجال هذا العلم أيضا، وبالأخص 16 جزء للموسوعة موسوعة مصر القديمة، وهو ما ترجم لهنري جيمس بريستد فجر الضمير، وترجم وكتب بالعربية وبالإنجليزية والفرنسية كتبا عديدا منها أبو الهول ومدريات مصر في الدولة القديمة. هو أول من قسم أو قدم لمصر التقسيم المحلي للقرى والمدريات في مصر. نتكلم كمان عن اهتمام معرض الكتاب للطفل، قاعة متفردة أو قاعة مخصصة بشكل كامل للطفل المصري. أنا بتهيألي دي من أكتر المناطق اللي فيها حركة وورش ومميزة جدا في معرض الكتاب. جدا كل دور العرض المخصصة عناوينها للطفل بكل أشكال الكتاب الملون والمقروء إلى غير ذلك. كمان في ورش للطفل للقراءة والحكي. بالمناسبة في ورش مهم جداً ورش مهمة جدا، يعني شوفي يعني يعي ويقرأ، لازم يكون في عوامل جذب ليه بعيدا عن الألعاب والإنترنت والحاجات اللي هي طول الوقت ومواقع التواصل الاجتماعي. شوفي بقى لما الثقافة بنقول بتحافظ أو بتنتصر كما انتصرت قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، نحيي الشرطة في عيدها في سيناء ضد الإرهاب أيضا، وكما انتصرت أيضا القوى الصلبة في كل مجالاتها، أيضا القوى الناعمة من خلال الثقافة تنتصر للمستقبل وتنتصر للواقع. يعني عندما تقدم الثقافة أحد أهم الوسائل في تعليم الهوية وترسيخها والمواطنة لهذا الجيل اللي احنا بكل تأكيد بنستهدفه في المقام الأول، الجيل الصغير والشباب، ودول يمكن بيمثلوا أعتقد الأغلبية من رواد معرض الكتاب. لما نقدم ورش للحكي عن سيناء، وما أهم توقيت في الكلام عن سيناء هو الآن، لما يبقى أطفالنا كلهم بيسمعوا إيه هي سيناء وإيه هي بشغف شديد جدا، وإيه هي قبائلها وإيه هي أحداثها وتاريخها وكيف تم التضحية، وكمان بالمناسبة الاحتفال بخمسينية أكتوبر كمان بيسمعوا عن ورش الحكي عن أبطال أكتوبر ومعارك أكتوبر وانتصارات مصر ضد إسرائيل في حرب 73 وفي الجولات الخمس ما قبل حرب 73. بكل تأكيد إن شاء الله يعني دورة فارقة في معرض الكتاب السنة دي، كل النجاح والتوفيق، بنفتخر بهذه الدورة. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، أسعدتنا ويعني أطلعتنا على معلومات كتير. إن شاء الله الناس تستمتع بزيارتها المعرض الكتاب مرة واثنين وثلاثة، لأنه يعني المكان يستحق أكتر من زيارة، هتقدر تلاقي حاجات كتير جدا، فعاليات كتير تحضرها، هيبقى يوم يعني في منتهى السعادة والبهجة لكل الحاضرين. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا واحترام تحياتي.
كده مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، دايما أشوفكم على ألف خير.